عاد التحقوا بنا انتم على برنامجكم الأسري لقاء مفتوح. تحية طيبة لكل أوفياءنا، معكم حليمة العلوي في الإعداد والتقديم، تحييكم من طنجة الكويرة. فاطمة زهرة قيتنا في الإخراج، والزميل أناس عبد الهادي في الهندسة الإذاعية والصوتية، والسي ربيع كذلك هذا الصباح ضمن طاقمنا التقني. أنا مشي واللحظة لفقرة الصحة مع ضيفتي الدكتورة هاجر فاغوري، أخصائية في أمراض النساء والتوليد. صباح الخير دكتورة، ومرحبا بك على اللقاء مفتوح. صباح الخير مدام حليمة، شكرا على الدعوة. مرحبا بك دكتورة، أتمنى إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير، وسعيدة بالتواصل معك. اليوم غنتكلموا على خطورة الحرارة على المرأة الحامل، بما أننا يعني في فصل الصيف يعني كنتعرضوا أكثر لدرجة الحرارة، وربما يقدر يكون إشكال وتتشكل خطورة على المرأة الحامل والجنين. معن دكتورة عجر. نعم حليمة، ألوغ بالنسبة للمرأة الحامل معروف أنه درجة الحرارة الجسم ديالها أصلا كتزداد بشكل طبيعي أثناء فترة الحمل، فمن كيتزاد عليها الحرارة ديال فصل الصيف هذا كيقدر يتسبب لها في تعرق زائد، إجهاد، تعب، وكيشكل عليها خطورة لا عليها هي ولا على الجنين ديالها. فمن أعراض الارتفاع ديال درجة الحرارة عند المرأة الحامل كتحس بأنه درجة الحرارة ديال الجلد كترتفع، كتقدر تحس بصداع، دوخة، غثيان هما اللي نوزي، بعض المرات يقدر يوصل الامر حتى لتشنجات ديال العضلات ديال الجسم ديالها والاغماء، واللي اكثر عرضه اللي كنسميو حنايا السكته الدماغيه الحراريه اللي هي لو كوت شالوغ، وكذلك الجفاف لا ديزيدغاتاسيون. فاحنا كنعرفوا انه بالنسبه للمراه الحامل لا ديزيدغاتاسيون هي من احد اسباب انقباضات الرحم. هذه الانقباضات الرحم هذه كتقدر تؤدي الى مخاط مبكر او لا انفكاك المشيمه اللي كيقدر يؤدي لولاده مبكره قبل من الوقت. بطبيعه الحال او لا الاجهاض في بدايه الحمل لي 3 بروميير موا كتقدر تكون اون فوس كوش. بالاضافه ايضا من اعراض ديال ارتفاع درجه الحراره تقدر تكون زياده في التورم ديال الساقين والقدمين والايدين، وكذلك تحفيز الخلايا الصباغيه اللي كتسبب في داك لو ماسك دو غروسيس القناع ديال الحامل اللي كنقولوا عليه حنا الكلف. اما بالنسبه للجنين فكيقدر تاثر هذا ارتفاع درجه الحراره ديال المراه الحامل كيقدر تاثر عليه بحدوث تشوهات خلقيه خصوصا في بدايه الحمل. فمن التشوهات الخلقيه كاين تشوهات ديال الانبوب العصبي للجنين، عيوب في جدار البطن ديال الجنين، وفي مشاكل في القلب او في تطور النظام العصبي للجنين. نعم، اذا ما نستهنوش بالحراره، يعني ملي تنتكلموا على الحراره يعني بطبيعه الحال كنتكلموا على درجه الحراره المرتفعه، ثم كاينين بطبيعه الحال مصادر اخرى للحراره، يعني النساء اللي كيمشوا مثلا الحمام، الاسبا، الصونا، هذه كلها من المسائل اللي خاص الانسان يرد لها البال، خصوصا المراه اثناء هذه الفتره ديال الحمل، وتاخذ الحيطه والحذر. دكتوره هاجر، بطبيعه الحال هي خاصها تتجنب المرأة الحامل، دائما تجنب الحمام يكون سخون بزاف او لا صونا، ضروري ممنوع على المرأة الحامل الاماكن اللي كتكون فيها حراره مرتفعه او مثلا حتى الفرن او السيدات اللي كيخدموا في اماكن يكون فيها درجه حراره مرتفعه وضيقه. ضروري انهم يتجنبوا بطبيعه الحال، حيت كيف يعني هي غادي تسبب لها في ارتفاع درجه الحراره ديال الجسم ديالها. غير الكوزينه المطبخ الا وقفت فيها السيده ثلاثه سوايع او اربعه سوايع متابعه، وكان المطبخ مثلا صغير وكاين الفرن وكاين البوطه وهذا، يعني هذه كلها مسائل خاص الانسان يرد ليها البال وما يستهنش بها. احنا بغينا ننصحوا جميع النساء يعني في هذا الصباح هذا، نعطيهم بعض النصائح الوقائيه والطبيه من خلالك دكتوره هاجر. بالنسبه للنصائح بالنسبه لهذه الفتره ديال هذا الصيف هذا، فاولا كنصح السيدات انهم خصهم يشربوا الماء بكثره. فالسيدة الحامل على الأقل تشرب 2 لترات ديال الماء اللي تكون غير باغتي في لا جورني، يعني متوزعة ولا شي شوية متوزعة على النهار كامل، ولا شي شوية خاصها ما تنساش راسها
واخا ما تحسش بالعطش ضروري خاصك تشرب الماء. هذا كيساهم انه تحافظ على ترطيب الجسم ليدغاتاسيون ديال لو كور ديالها. الوغ بالنسبه ملي كتكون لا كانيكول ملي كتكون فريمون جو حار بزاف فضروري تكون الماء الحامل كتحمل معاه واحد الرشاشه ان بغيميزاتور اللي كتبقى ترش به كيكون فيه يا اما ماء بارد يا اما كتشري من لا فارماسي كتكون فيه لومينيغال كيكون منعش وكتبدا ترش به الجسم ديالها باستمرار باش كتحافظ على داك ترطيب الجسم وكتجنب داك لا ديزيدغاتاسيون داك الحراره وداك الجفاف. نعم كذلك ضروري انها تعمل دي دوش يعني تتحم بماء دافي خصوصا الا كانت مشات مثلا كتخرج تجي بوغ سيدغاتي بوغ انها بوغ سو رافريشيغ ضروري انها تتحم. كذلك السباحه لا بيسين مزيانه بالنسبه للمراه الحامل في هذه الفتره هذه. وبالنسبه ل يعني بالنسبه لتبريد حراره الجسم كذلك تقدر دير غير دي بوتي بان دو بي مثلا كتدخل الدار تدير الباسين فيها الماء بارد وتتخشي رجلاتها فلو بيرمي كذلك انها تبرد الحراره ديال الجسم ديالها. نعم نعم اذا دائما خاص المراه تحافظ على درجه الحراره يعني ديال الجسم ديالها في واحد الدرجه معينه ثابته وقاره. اكزاكتومون ومثلا لا دوش من الافضل تاخذها في الليل باش كونسا تقدر تنعس مزيان كتهبط من حراره الجسم ديال المراه وكتقدر تنعس مزيان هذه المرأة الحامل. الوغ بالنسبة للملابس نعم فأنا كنصح السيدات أنهم دائما يرتديوا ملابس مصنوعة من أقمشة تكون خفيفة وتكون كتمتص العرق بحال القطن لولان وتكون كذلك ملابس تكون واسعة وألوان تكون فاتحة والملابس الداخلية تكون قطنية باش كتمتص العرق وهذا كيخلي يتجنب المرأة أنها يسخن الجسم ديالها وأنه يكون تسبب لها مثلا دي زيربسيون كوتاني بسبب العرق بسبب السخونية يعني كانت نحن طفحات جلدية فهذا من وهي بطبيعة الحال في غنى عن هذا كله يعني نعم تجنب تلبس داك الملابس كيكونوا مزيان بزاف اللي تجي مزيان بزاف ضروري دائما تعتمد على ملابس تكون خفيفه في هذه الفتره ديال الصيف. نعم لذلك كاينين يعني ملابس اللي هي خاصه اثناء فتره الحمل واللي الان يعني اصبحت موجوده يعني تقريبا في جميع المحلات او في المراكز التجاريه الكبرى يعني كاينين كاين لباس خاص بالنساء الحوامل. بالنساء الحوامل بطبيعه الحال. نعم بالنسبه لممارسه الرياضه فانا كنصح السيدات انهم خاصهم يمارسوا الرياضه ولكن يختاروا ساعات النهار خلال المواسم الصيف اللي تكون باردة ومن الأفضل يمارسوا الرياضة إما في الصباح يا إما في الليل كتكون درجة الحرارة منخفضة ويمارسوا الرياضة المناسبة لهم ياخذوا استشارة من الطبيب ديالهم على شنو النوعية ديال الرياضة اللي يقدروا يمارسوا. كذلك الابتعاد عن التعرض للشمس بشكل مباشر. غتخرج مثلا بغات تخرج إذا بغات تخرج تحط واقي ذاك الكريم سولير الواقي الشمسي الشمس حط أن شابو كذلك يوقي من الشمس لانه المراه الحامل هي اكثر عرضه للحروق وذاك الماسك دو غوتيس قلاع الحمل والتورمات الجلديه. نعم طبيعة الحال هادو كلها مسائل خاص السيدة تركز عليهم على مدار السنة يعني ماشي فقط غير أثناء فترة الحمل يعني من شرب الماء من وضع الواقي الشمسي ثم التركيز على كيف ما قلنا دكتورة هاجر يعني على عدم تعرض الأشعة الشمسية بشكل مباشر لأن تأذي البشرة ديالنا ثم الجنين كذلك ذلك يقدر يتضرر اثناء الفتره خصوصا كيف ما قلتي يعني في الاسابيع الاولى او في الاشهر الاولى من الحمل. فان شاء الله كنتمنوا جميع الحوامل كنتمنوا لهم ان شاء الله ولاده ان شاء الله مبروكه ويدوزوا هذه المرحله هذه ان شاء الله بسلام. وكنشكرك دكتوره هاجر شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات اللي عطيتنا اليوم حول خطوره الحراره على المراه الحامل والجنين. شكرا لك دكتورة هاجر. شكرا لك.
مرحبا بك. ودائما اخر كلمه ديالي هو انه في حاله ما كتكون ارتفاع درجه الحراره يعني كثيره يعني امكان يكون من الافضل السيدات الحوامل يبقوا في المنزل ديالهم باش يتجنبوا التعرض لهذيك درجه الحراره باش يتجنبوا الاجهاد والجفاف ويحرصوا انهم يرتاحوا في غرف تكون بارده خصوصا في الليل لانه المراه الحامل خاصها نوم كافي في النهار ديالك. نعم. نوم كافي، تغذية كافية ومتوازنة، إلى جانب كل هذه الاحتياطات الوقائية اللي تكلمنا عليها الصباح معك دكتورة هجر فاغوري. شكرا جزيلا لك، نتلقاو بك إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله.